حنا في زمن السرعة الآن، النصيحة نقدر نقولها في ساعة ونقدر نقولها في 10 ثواني. ودي إن كل بعد صلاة واحد يطلع يقول كلمة مختصرة في 10 ثواني تحسب لك ولنا جميعا. مثلا: لن ترضى عنك الدنيا إلا برضا الله، ورضا الله عموده الصلاة. انتهينا، شكرا لكم. هذا والله الكلام. أبشر. عفوا عفوا، أنا ثواني ما بتاخذ وقت.